في هذا الزمان نجد أن الوقت يجري بسرعة، فكيف ينال المرء البركة في وقته؟ الزمان هو الزمان، ولكن القضية في البركة. فلو تأملتم يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في يوم النحر رمى جمرة العقبة ضحى، ضحى يوم النحر، ونحر هديه، نحر 63 بدنة بيده الشريفة، وأكمل علي رضي الله عنه 100، وقام علي رضي الله عنه عليها فسلخت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة بقطعة فجمعت في قدر وطبخت. وتعرفون لحم الإبل يستغرق وقتا، فشرب من مرقها وأكل منها، وحلق رأسه صلى الله عليه وسلم وفرقه على الناس، وركب دابته وذهب إلى البيت الحرام بالجمل، حتى وصل إلى البيت الحرام وطاف طواف الإفاضة، كل هذا قبل أن يؤذن الظهر. انظروا إلى بركة الوقت، من الضحى، ليس من الفجر، لا، من الضحى نصف الوقت إلى أذان الظهر فعل كل هذا، ثم رجع إلى منى فوجد بعض أصحابه لم يصلوا الظهر بعد، فصلى بهم الظهر صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطره. وسر البركة الصدق مع الله، أصدق مع الله يبارك لك في وقتك. فمن صدق الله وعلم الله من قلبه الصدق والإقبال سيبارك الله عز وجل له في وقته. ثم الحرص على عدم تضيع الوقت. نحن في الحقيقة نضيع الوقت ثم نقول ما فيه وقت، نحن الذين أضعناه. ولو اغتنمناه فيما شرع الله لوجدنا وقتا كثيرا ولبارك الله لنا في الوقت. ومما يدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه، يعني وسع عليه في رزقه، وينسأ له في أجله. طبعا هنا بعض أهل العلم قال معنى ينسأ له في أجله أي يبارك له في الوقت حتى يعمل في الوقت القليل العمل الكثير، فكأنه عاش عمرا طويلا. وبعض أهل العلم قالوا لا، المقصود في أجله بالنسبة للأجل الذي في أيدي الملائكة، ولكن أجله الذي في اللوح هو بحسب عمله، فيكون عند الملائكة مثلا أنه يموت في 60، يقبض على رأس 60، هذا الذي عند الملائكة. فإذا وصل رحمه فإنه يقبض عند 70. ليس معنى هذا أن أجله الذي في القدر في الأزل علمه الله وكتبه يتغير، لا، الذي يتغير الذي في أيدي الملائكة، أما الذي في اللوح فهو مطابق، علم الله أنه سيصل رحمه ويبلغ 70، فالمكتوب أنه يبلغ 70، وهذا قول قوي.
لكن بعض أهل العلم وهذا وجه الشاهد الذي أوردته يرون أن المقصود بالزيادة في الأجل البركة في العمر حتى يعمل الإنسان في عمره يعني ما لا يعمله مثله ممن كان مقاربا له في العمر. الشاهد الصدق مع الله وصرف الأوقات في طاعة الله سبب لنيل بركة الوقت.